تمام، فأهلا بيكم في الجزء الثاني من محاضرة تكنولوجيا المواد والاختبارات. هناخد المرة دي بقى هنكمل على الكلام اللي خدناه في الشابتر اللي فات عشان نفهم ايه بقى الكولينج كيرفز دي بتتغير ازاي. الكولينج كيرف ممكن يبقى لبيور ميتال، وخدنا في البرزنتيشن اللي فاتت خدنا عرفنا البيور ميتال بيتغير ازاي. ممكن تبقى لباينري سوليد سولوشن. يعني ايه باينري؟ يعني ثنائي. ثنائي يعني حاطط مثلا الومنيوم على سيليكون عشان اعمل بيهم الوي معينه. الالومنيوم بيبقى طري، السيليكون بيدي لي سترينسنج معين في سبائك الالومنيوم. يبقى انا كده حطيت السيليكون على الالومنيوم، عملت سبيكه ليها خواص مختلفه عن خواص الالومنيوم وعن خواص السيليكون. ممكن اخليها يوتكتك باينري الوي. طب باينري الوي فهمناها، يعني سبيكه ثنائيه من معدنين اتنين. يعني ايه بقى يوتكتك دي؟ حد يعرف يعني ايه يوتكتك؟ حد من الحاضرين؟ مفيش حد يعرف. طب حد عارف ايه اول سبيكه عملها المصريين القدماء؟ برونز، سبيكة البرونز. البرونز، برافو عليك. عشان كده كان اسمه العصر ايه؟ البرونز، عصر البرونز. طب ايه السبب بقى اللي خلاهم سهل بالنسبه لهم اول سبيكه يعملوها هي البرونز ومش مثلا سبيكه الحديد الصلب والكلام ده؟ برونز. اهو تن، التن اللي هو القصدير اللي هو الاس ان، يتراوح ما بين 12 ل 12 ونص في المية قصدير. ساعات بيدخل معانا عناصر تانية زي ما قلت برضو، ألومنيوم، منجنيز، نيكل، زنك. طب حد يعرف ليه هي دي كانت أول سبيكة اتعملت والمصريين عملوها؟ عشان سهلة التشكيل يا دكتور. بالظبط، برافو عليك. سهلة التشكيل، سهلة الانصهار، سهلة الصب، سهلة في كل حاجة. ده غير ان الخامات بتاعتها اللي موجودة في مصر موجودة اساسا خامة النحاس مختلطة مع القصدير ومع العناصر التانية. فالمصري القديم ما كانش عنده التكنولوجيا انه يقدر يفصل النحاس ويعمل نحاس بيور، او التكنولوجيا ان هو يقدر يصنع يفصل الحديد عن خاماته ويعمل حديد، يعمل سبيكة صلب. ما كانش عنده التقنية دي. فالمعدن اللي لقاه سهل ان هو يعمله هو معدن البرونز اللي هو فيه من 12 ل 12 ونص في المية قصدير او تن، التن اللي هو اس ان. طبعا معظم العناصر، محدش يقول لي رمز التن تي ان، لا، معظم العناصر بيبقى ليها اسامي مختلفة عن اسمها بالانجليزي، زي مثلا اسمها من اللاتيني او اسمها مثلا من حد سماها باسم مختلف بالالماني او حاجة تانية. يعني مثلا التنجستن الرمز بتاعه W، جاي من الألماني، الاسم بالألماني بيبتدي بالW، فهكذا يعني. فالسبب الرئيسي اللي خلى المصريين القدماء يقدروا ان هم يصنعوا البرونز ان كان في خاصية اسمها خاصية اليوتكتك. يعني ايه بقى خاصية اليوتكتك دي؟ يعني انا عندي النحاس بينصهر عند درجة حرارة معينة، والقصدير بينصهر عند درجة حرارة معينة، تمام؟ أصهرهم هما الاتنين واخلطهم على بعض. لما باجي اخلطهم بقى، لما يجي يتجمدوا ما يتجمدوش لا عند درجة حرارة التجمد بتاعة النحاس ولا درجة حرارة التجمد بتاعة القصدير. هيتجمدوا بقى عند ايه؟ عند اقل درجة حرارة ممكنة اللي بنسميها اليوتكتك تمبريتشر، او اليوتكتك رياكشن، او اليوتكتك الوي. خلطه معينه، سبيكه معينه في النص ما بين النحاس وما بين القصدير، درجه تجمدها او درجه انصهارها تقريبا نص درجه الانصهار والتجمد بتاعه المعدنين المكونين ليها. طب ايه ده، بسحر ده ولا ايه؟ لا، هي دي خاصيه ان هم بيكونوا مع بعض خلطه معينه سميناها يوتكتك.
يتكتك بقى يعني ايه دي بقى، مش هندخل بقى في معركة لغوية، فانت مجرد تفهم يعني ايه يوتكتك ألوي. يوتكتك ألوي يعني الخلطة ما بين السبكتين المكونين للألوي، الخلطة دي بتعمل لي سبيكة وسطية ما بينهم، درجة التجمد بتاعتها أقل بكتير. طب تعالوا نشوف هذا الكلام. ده البيور ميتال. نفرض مثلا النحاس، النحاس كان ليكويد، علشان يتجمد بتنزل درجة الحرارة بنفس الطريقة اللي شرحناها في المحاضرة اللي فاتت، يثبت عند درجة التجمد والتايم يعدي عند نفس درجة الحرارة، درجة الحرارة ما اتغيرتش لحد ما تحول 100%، نقول مثلا الكابر تحول ل 100% سوليد كابر، حصل له فريزنج دلوقتي، وبعديها بعد ما يبقى 100% سوليد يبتدي ان هو درجة حرارته تنزل بهذا الشكل. طب ايه بقى اللي بيحصل لما بيكون عندي مش بيور ميتال، عندي سبيكة؟ سبيكة معينة، عندي سبيكة معينة خلطة ما بين النحاس والبرونز. لو نقول مثلا بلاش البرونز، خلينا نقول سبيكة ما فيهاش يوتكتك. لاحظوا كده معدل التبريد اتغير ازاي، بقى عندي المادة ليكويد وبقى عندي درجة بداية التجمد ودرجة نهاية التجمد. في الكولينج كيرف اللي فات كان درجة بداية التجمد ودرجة نهاية التجمد الاتنين نفس الدرجة، كان الخط ده، كان الخط اللي احنا شايفينه هنا ده خط أفقي، دلوقتي بقى الخط خط مائل. يبقى معنى كده مجرد ما انا ما بقتش عندي بيور ميتال، مجرد ما ابتديت امزج معدنين مع بعض، اول ملاحظة لاحظتها ان السوليديفيكيشن بيتم عند درجة بداية التجمد ودرجة نهاية التجمد، freezing begin freezing complete. بعد ما كلهم يتحولوا ل 100% solid يبتدي ايه درجة الحرارة تقل. مين يقدر يلاحظ ملاحظة تانية من الكيرف اللي قصادنا ده؟ هل حد لاحظ حاجة معينة؟ ايه يا جماعة، مفيش حد فيكم شارلوك هولمز كده يعرف يطلع الداتا من الحاجة اللي قصاده؟ طب سامعيني؟ طيب ردوا عليا. سامعينك يا دكتور. الكيرف اللي شفناه ده مين يقدر يلاحظ ملاحظة تانية كده اهو ما انا ما قلتهاش؟ اجيب لكم الكيرف تاني. تمام يا دكتور. دكتور ايه الملاحظة الأولى اللي أنت قلتها بس عشان ما لحقتش أكتبها؟ ماشي، نشرح تاني مرة عشان البيه، لو كان حد فيكم بيتفرج على سمورة وفطوطة كان على أيامي أنا الحاجات دي بتاعت سمير غانم. فتعالوا نشوف الكيرف. اول ملاحظه لاحظتها ان الكيرف درجه بدايه ونهايه التجمد بدل ما كان خط افقي بقى خط مايل. يعني ايه خط مايل؟ انا عندي كيرف الواي اكسس هو التمبريتشر والاكس اكسس هو التايم، يعني تغير التمبريتشر مع التايم، درجه الحراره عماله تقل وهو ليكويد، هو ليكويد 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 ليكويد. هنا بقى تبتدي اول ذرات من المعدن تبتدي تتجمد وتجمع حواليها ذرات تانية، بس عند درجة حرارة مثلا نقول 600 درجة مئوية، فضلت تتجمد 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 وخلص التجمد بتاعها وبقت 100% متجمدة و100% مادة صلبة عند مثلا درجة حرارة 400. يبقى من 600 درجة مئوية ل 400 درجة مئوية هي دي درجة بداية التجمد ونهاية التجمد. لو كان ده بيور ميتال، لو كان ده مش سبيكة وكان بيور ميتال، كانت بداية ونهاية التجمد تبقى مثلا عند 600 خط أفقي، خط أفقي كده اهو، إنما هنا خط مايل. فدي الملاحظة الأولانية، إن
freezing or solidification happens at solidification start temperature and solidification end temperature. يبقى أنا عندي هنا solidification start temperature و solidification end temperature. لما كنا بنبص على البيور ميتال كان عندي خط أفقي، ده مثلا نحاس بس، فقط نحاس، فبداية التجمد ونهاية التجمد خط أفقي، لو مشيت كده هي TM TM melting temperature، temperature بتاع الميلتنج أو temperature بتاع solidification. الميلتنج لو أنت ماشي بالعكس، لو أنت بتسخن وهي solid وبعدين تبتدي تسيح 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 لحد ما تبقى دي بداية التجمد بداية الانصهار، وادي نهاية الانصهار نهاية الميلتنج، وبعد كده الليكويد درجة حرارته تزيد 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 وبعدين يبتدي بقى ايه يتحول لغاز. فاحنا ماشيين بالعكس، ماشيين ايه الكولينج كيرف، فعشان كده مسميه كولينج كيرف مش هيتينج كيرف. فالليكويد درجة حرارته عمالة تقل 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 لحد مثلا ده نحاس بيور، يعني نحاس صافي مش مخلوط بأي حاجة تانية، في TM start and TM finish are the same. يبقى ده بالنسبة للبيور ميتال. طب بالنسبة بقى للسبيكة، بالنسبة للسبيكة ادي عندي هنا السبيكة اهو، عندي ال start TM start و TM finish مختلفين في حالة لما أكون سبيكة، لما خلطت النحاس مع النيكل بقت درجة البداية والنهاية مختلفة. دي الملاحظة الأولى. إيه الملاحظة الثانية اللي تقدر تلاحظها؟ مين يقدر يقول لي؟ إيه الملاحظة؟ ما فيش فريزنج بوينت يا دكتور، هنا فترة مش بوينت محددة يعني. معلش ممكن تعيد كلامك، ما فهمتش عايز تقول ايه. بقول لك في لو معدن واحد من السبيكه بيبقى فيه فريزنج بوينت اللي هو بيقعد فيها فتره، انما هنا بتبقى خط مستقيم مش في مش نقطه محدده. هو فعلا في فريزنج بوينت في حاله فريزنج بوينت في حاله البيور، وفريزنج رينج في حاله السبيكه، وبيبقى خط مايل، خط مايل في حالة السبيكة وخط أفقي في حالة البيور. بس في ملاحظة ثالثة كمان، حد يقدر يلاحظها؟ أجيب لكم الشكل تاني. مين يقدر يقول لي؟ ممكن يا دكتور نقول إن في فوارق بين التايمينج بين مثلا الفريزنج والسوليد والبروبرينج. أنا أحب أنا الناس اللي زي شارلوك هولمز كده، فعندك دي خدت وقت كبير علشان تتجمد، خدت وقت قليل عشان تنتقل من ليكويد من درجة ليكويد انها تبتدي تتجمد، وخدت وقت تاني اطول يمكن علشان تتحول مادة صلبة وتقل لدرجة حرارة الغرفة. ده جبت صح؟ جميل. بس في ملاحظة رابعة بقى كمان، ملاحظة مهمة جدا دكتور. نعم. درجة الحرارة هنا اللي هي بورجينج تمبريتشر ماشي على خط مستقيم غير الكيرف اللي فات. معلش وضح لي تاني لو سمحت، مش فاهمك. اللي هي اول واحده في الكيرف خالص اللي بورينج تمبريتشر، بورينج تمبريتشر درجه الحراره، درجه الحراره اللي انا صبيت عندها. سيبك من دي، انا عايزك تلاحظ حاجه تانية. يعني انا هنا خلطت المواد مع بعض عند درجات حراره معينه وبعدين ابتديت اصبها بقى وابتدت تبرد. لو حد مش بيتكلم يقفل المايك لو سمحت. ممكن نقول ان الوقت بتاع الليكويد كولينج والسوليد كولينج في تساوي في الموضوع. تساوي ازاي يعني؟ يعني حاسس ان الوقتين اقرب من بعض شويه. هو الرسمه دي غير دقيقه بالظبط يعني، فالمفروض دي تبقى وقت قليل، والمفروض دي علشان ينزل بقى من درجه حراره 300 او 400 لدرجه حراره الغرفه المفروض بتبقى مايله كيرف يعني ابطا شويه.
تاخد فتره. دكتور ليه الكيرف بتاع السوليد كولينج جايب كيرف كده مش خط مستقيم؟ انهي واحد هنا اللي تحت؟ ايوه إيه؟ هو ده. اه يعني زي منحني كده هو صح. مش مستقيم. دي ملاحظه جميله، ده انت عينك دقيقه. فهو اللي بيحصل ان معدل التبريد كل ما انت عمال تقرب من درجه حراره الغرفه معدل التبريد بيتغير. ليه بقى؟ لان انت لما تبرد من 1000 ل 500 درجه مئويه درجه الحراره السخنه دي هتشع الحراره جامد قوي وتبرد بسرعه قوي عن لما تبرد من درجه حراره 200 لدرجه حراره الغرفه اللي هي دي 200 ل 100 معدل التبريد مثلا سريع شويه، من 100 ل 50 ابطا، من 50 لدرجه حراره الغرفه ابطا. واخد بالك؟ لان ما جواهاش طاقه تخليها تفقد الحراره بسرعه زي لما كانت بتفقدها بسرعه عند درجات الحراره العاليه. ها يا جماعه انا عايز حاجه مهمه جدا وباينه جدا. ليكم محاوله اخيره. احنا قلنا يا دكتور ان الوقت بين الليكويد والفريزنج اكبر من الكيرف اللي فات. لا 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 لسه مش عايزين نركز على دي. ماشي يا دكتور. هو ايه التوتال سوليفيكيشن تايم ده؟ الايه؟ التوتال سوليفيكيشن تايم. يعني هنا كانت الماده 100% ليكويد، تمام؟ 100% ليكويد طول الخط ده 100% 100%. هنا بقت 99% ليكويد و1% سوليد. هنا 2% سوليد، 10% سوليد و80% ليكويد. هنا بقت 50% ليكويد و50% سوليد. هنا بقت 80% سوليد و20% ليكويد. واخد بالك؟ لحد ما وصل هنا بقى 100% سوليد و 0% ليكويد. يبقى هو ده التوتال سوليديفيكيشن تايم من وقت ما صبيته لحد ما تحول ل 100% ماده صلبه. انها بتتجمد تدريجيا يا دكتور. تتجمد تدريجيا ازاي؟ يعني ابتدت عند يعني ريسنج بيجن بتاخد يعني بتاخد مراحل يعني. ماشي. طب بصوا كده يا جماعه، الايد اللي ماشيه على الخط المستقيم ده ماشيه ازاي؟ ماشيه كده وبعدين ماشيه كده وبعدين ماشيه كده. ايه الفرق ما بين الثلاث طرق اللي مشيت عليهم الايد دول؟ في اول طريقه كانت ماشيه زي خط مستقيم وبعدين خدت ميله وبعدين الميله كبرت في الاخر. افرض انت ماشي بعربيه، انت ماشي بعربيه ومشيت من الحته دي بعد ما صبيت ونزلت المنحدر ده، هتنزل بسرعه ولا هتنزل بالراحه؟ لا هنزل بسرعه. هنزل بسرعه. بعدين هنا العربيه نازله بسرعه ولا اقل شويه؟ لا هتنزل هنا، هتنزل اقل. الميله مش قوي. هنا زادت ولا قلت؟ زادت. يبقى انا معدل التبريد بتاعي اختلف من منطقه الى اخرى، وده مهم جدا 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 في لما تيجي ترسم الكولينج كيرف في الامتحان. هي دي اللي انا كنت عايزكم تاخدوا بالكم منها، ان ميل الخط المستقيم هنا غير هنا غير هنا. يعني ميل الخط في 100% ليكويد غير ميل الخط جزء ليكويد وجزء سوليد غير ميل الخط 100% سوليد. ده مهم جدا 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 وبحاسبك عليها في الامتحان لما تيجي ترسم الرسمه دي. ايوه يا دكتور، ما انا قلت ان في فرق في التايمنج في كل واحده فيهم. لا انا كنت عايزك بقى توصل مش التايم، توصل للكولينج ريت، معدل التبريد. اه تمام. معدل التبريد الليكويد غير معدل التبريد. يا عم اقفل المايك، في جنبيك واحد بيبيع روبابيكيا ولا ما اعرفش بيبيع ايه. ادي معدل التبريد ل 100% ليكويد غير معدل التبريد للخليط ليكويد زائد سوليد غير معدل التبريد لل 100% سوليد. ده مهم جدا جدا. طب ماشي، طب تعالوا بقى نعمل ايه؟ نرسم كذا كذا منحنى زي دول. لو انا رسمت دي السبيكه اللي هي 50% نحاس و50% نيكل، كان في عندي برضو في عندي سبيكه هنا اهو اللي هي 100% نحاس
ثبتت عند درجة حرارة وبعدين نزلت. هيبقى في عندي سبيكة هنا اهو 10% نيكل، يعني 90% نحاس. هنا لا مش كده بقى، دي تتغير تبقى كده علشان خليط، بعدين تروح نازله كده. زائد دي سبيكة 50%، زائد عندي سبيكة تانية هنا عبارة عن 100% 100% نيكل، تمام. لو انا وصلت كل الستارت بوينت دي ببعضها ووصلت كل الاند بوينتس ببعضها، معلش هو الكتابة على بالماوس صعبة شوية، لو وصلت دول كلهم كده ببعضهم، بص عملت ايه، عملت إليبس، يعني حطيت كل الكولينج كيرف جنب بعضهم ووصلت بداية ونهاية التجمد. بداية ونهاية التجمد للكبر درجتين حرارة مختلفين ولا درجة واحدة؟ تخبطتوا مش كده؟ طب سمعيني يا جماعة، مايك شغال اهو، ما سكتوا ليه؟ سامعينك يا دكتور. تعالوا نمسح الكلام اللي احنا كتبناه ده، ماشي. السبيكة هنا، هنا مديلي شكل، هنا النقطة دي 100% نيكل والنقطة دي 100% كبر، تمام. وحطلي كذا سبيكة ما بينهم هنا كده اهو، 10% كبر و90% نيكل، هنا 40% كبر و60% نيكل. يعني السهم هنا اللي بيتغير هي نسبة الكبر من 0% من 0% عند نقطة النيكل دي لحد 100% عند نقطة الكبر. يعني هنا 0% كبر و100% نيكل، النقطة دي 0% نيكل و100% كبر، هنا النقطة دي 50% كبر 50% نيكل، هنا 75% كبر و25% نيكل، وهنا بقت اللي هي دي. لو انا خدت الكبر لوحده، مش الكبر ده مادة بيور، فهيبقى الكولين كيرف بتاعه كده، وبعدين يثبت عند درجة حرارة معينة، بداية ونهاية التجمد هي نفس الدرجة، وبعدين ينزل بهذا الشكل اللي هي درجة 1083 درجة سيليزيوس، درجة انصهار النحاس. النيكل بقى درجة انصهاره 1455، فيبقى الكولين كيرف بتاعه عامل كده، وبعدين يثبت عند 1455 وبعدين ينزل كده، تمام. يبقى انا عندي سبيكتين في الاول وفي الاخر، بداية ونهاية التجمد هي نفس الدرجة، بص اهي نفس الدرجة، الخط اللي فوق مسك مع الخط اللي تحت، والسبيكة اللي على الشمال. انا كده بقى هلغي التايم، لغيت هنا كان المحور الافقي هو التايم، انا لغيته ونقلت المعلومات اللي هنا للشكل اللي على الشمال. السبيكة النحاس بداية النقطة دي والنقطة دي هي نفس الدرجة اللي هي 1083 درجة سيليزيوس اللي هي الدرجة دي، وبالنسبة للنيكل كانت بداية التجمد ونهاية التجمد هي الدرجة دي والدرجة دي اللي هي 1455. عند كل السبيكة بقى عندي درجة بداية التجمد ونهاية التجمد اللي هي هنا السبيكة 50%، عندي درجة بداية التجمد ودرجة نهاية التجمد. يبقى أرسم بقى كل السبايك، أقطع بقى، لا سؤال فلت مني دي، أفضل بقى أقطع سبايك كده بالطول، سبايك بالطول كده، واشوف الكولين كيرف بتاعها هيبقى عامل زي دي بالظبط. في درجة بداية تجمد، عندي درجة بداية تجمد، السبيكة دي اللي هي كام، 25% كبر
و 75% نيكل، هيبقى في درجة بداية تجمد ونهاية تجمد، هي دي الدرجة دي والدرجة دي. السبيكة دي اللي هي 75% كبر و 25% نيكل، ادي درجة نهاية التجمد ودرجة بداية التجمد. ووصل كل النقط دي ببعض، النقط دي جبتها من الكولين كيرف اللي رسمتها هنا، لما وصلها كلها ببعض يبقى انا عندي خط بيوضح لي لكل السبايك بكل الكومبوزيشنز عند درجات الحرارة المختلفة درجة بداية ونهاية التجمد لكل السبائك. يبقى الخط اللي فوق ده وصلت كل بدايات التجمد، والخط اللي تحت ده وصلت كل نهايات التجمد. فعلشان ده هو ده خط بداية التجمد اللي بيتحول فيه من ليكويد لسوليد، سميته الليكويدس لاين، ليكويدس لاين. أما الخط نهاية التجمد اللي بعديه كلهم بيبقوا سوليد، سميته السوليدس لاين. يبقى انا عندي ليكويد سلايم، لو سالتك مثلا قلت لك عرف لي ايه هو الليكويد سلايم، هو نقط بدايه التجمد لجميع السبائك اللي تتحول فيها من الليكويد الى تبتدي تتحول من ليكويد الى سوليد. اما هنا فدي نقطه نهايه التجمد اللي يبتدي يتحول فيها او ينتهي فيها التحول الى سوليد، وبعديها تحت درجة الحرارة دي المادة دي 100% سوليد. يبقى انا الجزئية اللي تحت دي كلها، الجزئية اللي انا مخططها هنا كده، كل ده عبارة عن 100% سوليد، 100% سوليد. المنطقة دي كلها دي عبارة عن 100% سوليد. اما المنطقة اللي هنا دي كلها عبارة عن 100% ليكويد لجميع التركيبات وجميع الكومبوزيشنز. فهمناها يا جماعة؟ يبقى دي وسيلة اقدر احول بيها الشكل اللي على اليمين ده لكذا سبيكة، هلغي محور التايم وهاخد بس درجة بداية ونهاية التجمد لكل سبيكة، وكل سبيكة منهم يبقى هتبقى عبارة عن نقطتين. يبقى دي السبيكة اللي 50% جنبها السبيكة اللي هنا دي اللي 75% هنا اللي 25% هنا 0% كبر و 100% نيكل، هنا 100% كبر و 0% نيكل. بنسمي بقى الشكل اللي انا حصلت عليه هنا ده، هذا الشكل، معلش صعب قوي الواحد يرسم دايرة بالماوس، الشكل ده كله بسميه complete solid solubility. المعادن اللي تمتزج مع بعض بهذا الشكل، على فكرة ما حدش يتلخبط ما بينها وما بين كلمة اليوتكتك اللي كنت بشرحها قبل كده، ده مش يوتكتك خالص. اليوتكتك ده هنشوفه بعدين ليه، لأن السبايك اللي ما بين النحاس والكبر درجة انصهارهم متراوحة ما بين درجة انصهار النيكل والنحاس، فده مش يوتكتك خالص. في اليوتكتك بتبقى درجة الانصهار والتجمد أقل من الاثنين، أقل من دي وأقل من دي كمان، فده مش يوتكتك. فنرجع بس، ده بنسميه complete solid solubility، complete solid solubility. بمعنى ايه؟ ان في حالة الليكويد النيكل والكبر حبايب وقرايب ودايبين في بعض، دايبين دوب. في حالة السوليد بنسبة 100% جميع السبائك دايبين في بعض وعاملين سوليد سولوشن. يعني في حالة الليكويد عاملين ليكويد سولوشن ودايبين في بعض، وفي حالة السوليد عاملين سوليد سولوشن ودايبين في بعض. دي عاملة بالظبط، بيعملوا شكل زي الشطرنج اللي وريته لكم في المحاضرة اللي فاتت. في الشطرنج ذرات النيكل بتحل محل ذرات الكبر، والاثنين عبارة عن F C C structure، الاثنين عبارة عن F C C structure، يعني نفس الكريستال structure ونفس حجم الذرات، متشابه يعني، مش نفسه حجمه متشابه للذرات وشبه بعض في الخواص، فايه بيبقوا حبايب وقرايب وبيعملوا
في الليكويد كومبليت سوليبيليتي وفي السوليد برضو كومبليت سوليبيليتي. فانا بنسمي المنحنى ده منحنى الموزه علشان شكل الكيرف بتاعه عامل زي البنانه كده زي الموزه. وبسمي الخط اللي تحت ده قلنا بنسميه السوليدس لان تحت الخط ده كل السبائك سوليد، والخط اللي فوق ده بسميه الليكويدس لان كل السبائك فوق درجه الخط درجه حراره فوق الخط ده بتبقى في حاله الليكويد. ففهمنا يا جماعه الشكل ده؟ ده مهم جدا، اللي مش فاهم يرفع ايده او يسالني حالا، لان على اساس فهمك للسلايد دي هتفهم بقيه المنهج كله. فلو مش فاهم اسال. حد عنده سؤال؟ تاني بس بعد اذنك يا دكتور، النقطه الاخيره بتاع السلايد الاخيره دي. ماشي تاني علشان خاطر باشمهندس محمد حاتم نشرح تاني. انا في عندي الشكل اللي على اليمين ده، بيوضح لي الكولينج كيرف. قلنا ان الكولينج كيرف للبيور ميتال يبقى عامل بهذا الشكل، ده للبيور ميتال. يعني الكابر سواء الكابر او النيكل الاثنين لما بيجي يتجمدوا بيتجمدوا بهذا الشكل، بمعنى ان التي ام بيجن والتي ام فينش الاثنين نفس درجه الحراره، بدايه الميلتنج بوينت ونهاية الميلتنج بوينت عند نفس الدرجة، سواء كنت بسخنه علشان يسيح أو ببرده علشان يتجمد. فالميلتنج بوينت أو الفريزنج بوينت هي نفس النقطة اللي بيبتدي يتجمد عندها ولحد ما يبقى 100% متجمد. حد شاف قبل كده فيديو لآيس بيتجمد؟ تعالوا كده نشوف شكله عامل إزاي. آدي، لا مش عايزين عربي، ادي اليوتيوب. الله بس اليوتيوب ما يقوليش في براءات اختراع للفيديو ده. نشوف مثلا solidification of ice. لا مش عايز، شكرا. solidification ايس. تعالوا نشوف شكله عامل ازاي وهو بيتجمد. لا انا عايز فيديو. لا مش عايز لافا، شكرا. ايس اندر مايكروسكوب. طب بص بقى، بص هو بيتجمد شكله عامل ازاي. بيبتدي ده السائل ويبتدي يتكون جزيئات من المادة الصلبة بهذا الشكل. كأن عندي ورق شجر عمال يكبر بهذا الشكل، كل ورقة من دول عبارة عن جرين مختلفة عن التانية. طبعا أشكال بديعة، وفي بعض الأشكال تحت الميكروسكوب بتبقى أحلى من لوحات بيكاسو كمان. لو بصينا هنا مثلا تحت الفيديو نفسه اسمه Beauty of Science. ثانية واحدة اتفرجوا عليها كده على بال ما افتح الباب.
فشفتوا الأشكال المختلفة للمادة السائلة وهي بتتحول إلى مادة صلبة. نفس الكلام بيحصل في الميتالز. solidification of نشيل ice ونحط ميتال under microscope. ده أنا مش عايز شكل رسمة، أنا عايز حاجة ومش عايز برضو صور، أنا عايز فيديو. برضو مش ده. ده جايب لك السوليديفيكيشن اللي بيحصل أثناء الويلدنج. لا أنا مش عايز محاضرة، شكرا. عايزين نشوف شكل سوليديفيكيشن سوليديفيكيشن of metals. Solidification cooling of metals. ليه بس الغتاتة دي؟ sorry cooling cooling of metal under of alloys alloys microscope. برضو محاضرات، تعالوا نشوف ده. لا ده مارتن زيتك ترانسفورميشن. ما نشوف ده، نديله فرصة. لا مش عايزين شريهام، شكرا. Solidification under microscope. على العموم هبقى ادور لكم عليها بعدين. انتوا خدتوا الفكرة ازاي بيحصل السوليديفيكيشن. ازاي بيحصل السوليديفيكيشن للايس وبيبقى السوليديفيكيشن بتاع المعدن برضو بنفس الطريقة. تعالوا نشوف ده كده. هنا بيصب المعدن والمعدن بيبتدي يتحول من المادة السائلة الى المادة الصلبة. بص الجرينز عماله تتكون ازاي، عماله تكبر بحيث ان هي عماله تتحول من ماده سائله الى ماده صلبه بهذا الشكل لحد ما كله بيتحول الى الماده الصلبه. تعالوا نرجع للمحاضره بتاعتنا.
فأنا عندي سواء كان نيكل مادة صلبة لوحدها، مادة بيور لما بتيجي يحصل لها التجمد، بداية ونهاية التجمد، النقطة دي بداية التجمد ونهاية التجمد الاثنين عند نفس درجة الحرارة اللي هي تي ميلتينج أو تي فريزينج. تمام، ده بالنسبة للنيكل وبالنسبة برضو للكبر. لما باجي بقى أعمل سبيكة ما بين الاثنين نيكل وكبر، فبيبقى التجمد بهذا الشكل، إن درجة الحرارة بتقل وبعدين كيرف بتاع الخط المستقيم بيتغير، يبتدي بداية التجمد نقطة معينة ونهاية التجمد نقطة أخرى، بعد ما يتجمد يبتدي يتغير الكيرف بتاع الكولينج كيرف، يبقى هنا عبارة عن ليكويد، هنا ليكويد زائد سوليد، وهنا 100% سوليد. يبقى أنا عندي تي ام ستارت وتي ام فينش، هنا كان في تي ام واحدة. ايه الفرق ما بين الكيرف ده والكيرف ده؟ ان ده ليه اللوي، اللوي معلش الخط وحش عشان بكتب بالماوس، ما معيش قلم اكتب بيه. يبقى انا كده عندي اللوي. عايزين نشوف هذا الكلام ينطبق ازاي على الشكل التالي. ادي الالوي بتاعتي هنا 50% نيكل و50% كبر، اللي هي هاخد نقطة بداية التجمد النقطة دي والنقطة دي، ولغيت بقى لغيت البعد ده تماما، لغيت البعد بتاع التايم، يعني كل المعلومة اللي انا خدتها هي اللي هحطها على المحور الرأسي اللي هي بداية ونهاية التجمد. نفس الحكاية هجيبها للسبيكة اللي فيها اكتر شوية نسبة كبر، اكتر شوية نسبة كبر، كل ما عمال اقرب من البيور كبر كل ما الرينج بداية ونهاية التجمد عمال يقل، لحد ما بوصل ان بداية ونهاية التجمد هي نفس النقطة. يا ريت الكل لو سمحتوا يقفل المايك الا لو عندك سؤال. يقفل المايك يا باشمهندس، طلعك وهزقك. محمد حسن عبد الجواد اقفل المايك يا باشا، ما تخلينيش اقفل لك المايك للابد. ماشي خلصناك، ما دام انت مش سامعني وما بتردش عليا اتفضل بقى بره المحاضره. فين محمد حسن عبد الجواد؟ مش عشان لما اكلم حد يبقى يرد عليا. محمد حسن عبد الجواد اهو، ريموف فروم ميتنج. انا كده انت مش مركز معايا اساسا ومش سامعني. اوكي طبعا ده كده بقى في الغياب على طول. فنرجع بقى للمحاضرة بتاعتنا. يبقى أنا كده عندي كل الكولينج كيرفز دي، الكبر والنيكل بداية ونهاية التجمد هي درجة حرارة واحدة، هنا بداية ونهاية التجمد درجة حرارة واحدة، وكل السبائك ما بينهم ليها بداية ونهاية تجمد، بداية ونهاية تجمد، بداية ونهاية، لحد ما توصل لأكبر فرق ما بين بداية ونهاية التجمد عند السبيكة اللي هي 50%. تمام؟ يبقى مدام هنا كل الخطوط، الخط ده كله عبارة ان انا موصل كل بدايات التجمد مع بعض، يبقى هو الخط ده هو خط بداية التجمد لجميع السبائك، عشان كده بسميه الليكويدس. وانا وصلت نهايات التجمد اللي هي النقط اللي زي دي كده لكل السبائك، وصلتها ببعض، فعملت ده خط نهاية التجمد بتاع كل السبائك فسميته السوليدس. يبقى انا عندي الخط اللي فوق ليكويدس، كل اللي فوقيه ليكويد، والخط اللي تحت ده سوليدس، كل اللي تحتيه سوليد. مش كده بس، انا النيكل والكبر بيدوبوا في بعض بنسبه 100%
لجميع السبائك. يعني السبيكه اللي 1% كبر دايبين في بعض في السوليد ستيت، وهنا 2% كبر دايبين في بعض، 20% 50% كبر 60 75 100% كبر، كلهم عاملين سوليد سولوشن دايبين في بعض، لان النيكل بيحل محل الكبر، والاثنين عباره عن اف سي سي ستراكشر. طبعا في الحاله السائله لازم بيبقوا دايبين في بعض وعاملين سوليد عاملين ليكويد سولوشن، كل السبائك بتدوب في بعض في الحاله السائله. الفكره بقى هل هيدوبوا في بعض في الحاله الصلبه ولا لا؟ ففي الحاله دي اللي انتوا شايفينها قصادكم كومبليت سوليد سوليبيليتي لجميع السبائك ما بين النيكل والكوبر. تمام؟ ازاي بيحصل السوليديفيكيشن للالوي؟ بلاقي ان الماده تبتدي تتجمد على السطح بتاع المولد اللي انا حاطه، السطح بتاع اللي انا بصب فيه، يبتدي يتجمد على الجناب، يتجمد على الجناب، يتجمد على الجناب، يبقى ليها دايركشن كده اهو. وبعدين في نفس الوقت ده بسميه هيتروجينيوس سوليديفيكيشن، يعني السوليديفيكيشن بيتم على السطح. اما اللي في النص ده بيبقى هوموجينيوس سوليديفيكيشن، بيتجمدوا كل واحده كده وكل نقطه في الهواء تبتدي تتجمد وتكبر وتعمل الاشكال دي. يبقى اللي بيتجمد على الشكل على السطح بياخد شكل دندرايتس. دندرايتس يعني زي ورق الشجر اللي احنا شفناه في الفيديو اللي شفناه من شويه. اما اللي بيتصلبوا جوه فبيبقى هوموجينيوس وبياخد الاشكال بتاعت الجرين باوندري اللي احنا متعودين عليها. ادي بقى اللي كنت بقول لك عليه. انا دلوقتي الشكل ده عبارة عن ان انا وصلت الكولينج كيرف بتاع العناصر المختلفة. ادي عندي العنصر A والعنصر B. العنصر A الكولينج كيرف بتاعه كان ثابت عند درجة حرارة معينة، فخدت هي النقطة دي. هنا الكولينج كيرف بتاع السبيكة رقم واحد بتبتدي تتجمد عند T1 وينتهي التجمد عند T2. هنا السبيكة دي تبتدي تتجمد عند T1 وT2، هنا T1 وT2، T1 وT2. السبيكة بقى B بتبتدي وينتهي التجمد عند نفس النقطة اللي هي TB، فهوصل TB بكل T1s لحد TA، ووصل TA بكل T2s لحد TB. يبقى أنا كده عملت الشكل اللي على اليمين ده اللي هو منحنى الموزة، اللي المعدنين دايبين في بعض في الحالة السائلة وبرضو دايبين في بعض في الحالة الصلبة. في علم بقى المواد بنحب نسمي الفيز لما يكون اتنين دايبين في بعض بنديهم حروف لاتيني، فبنسمي السوليد سولوشن هنا بسميه ألفا. فهنا سميت السوليد سولوشن ألفا سوليد سولوشن. لو أنا عندي تو فيزز يبقى أسميهم ألفا وبيتا، لو عندي ثري فيزز أسميهم ألفا وبيتا وجاما. فهنا في 1 فيز في السوليد هو الالفا، و 1 فيز في الليكويد هو الليكويد. يبقى انا كده عندي 1 اونلي 1 فيز ان ذا سوليد سولوشن ان ذا سوليد ستيت، 1 فيز ان ذا سوليد ستيت فور اول كومبوزيشنز، اول كومبوزيشنز. تمام. طبعا الكومبوزيشن هنا ما بين A و B الارقام دي عباره عن الكونسنتريشن بتاع B، يعني ال 20% دي يعني 20% بي. طب لو 20% بي يبقى الـ A قد ايه؟ اكيد 80%. طب 40% بي يبقى الـ A قد ايه؟ اكيد 60%. طب 80% بي يبقى الـ A قد ايه؟ السبيكه دي عباره عن 80% بي و20% ايه؟ وهكذا. فبسمي الخط الاسود ده كله اللي موصل بيه كل الـ T1 بسميه ليكويدس، ليكويدس. وبسمي الخط الاحمر ده اللي موصل بيه كل الـ T2 اللي هي نهايات التجمد، اللي هي نهايات التجمد اللي تحت دي كلها النقط اللي تحت، بسميها solidus. طبعا للنقطة B والنقطة A بداية ونهاية التجمد هي هي نفس النقطة، عشان كده الخطين الاثنين بيتلاقوا مع بعض في الآخر.